اوكي، اليوم راح نحط الاسس حتى يعني للاسس الاساسيه او المواضيع الاساسيه، وباكر ناخذ يعني نقول الزواغير بهذا الموضوع. مثلا انت قاعد بالامتحان واجتك جمله، الجمله تقول Where do you walk؟ Where do you walk؟ وقال لي She asked me. هاي الجمله اجتنا بهذا المنطوق. طيب اني شو اسوي استاذ؟ سؤالك حلو. تعال يابا خلينا نشوف انت شنو اللي راح تسوي. اولا شو تقول القاعده؟ تقول نضع المتكلم في بدايه الجمله. اذا اني اللي راح اسويه انه لا لا لا، ليش ليش ليش؟ شنو هاي؟ نعم، نضع المتكلم في بداية الجملة اللي هي she asked me، لأن احنا قلنا الجملة تتكون من سؤال ومتكلم، وأنا وظيفتي إنه أضع المتكلم في بداية الجملة. زين أستاذ، وإذا أصلا هو لا لا لا، مو وقتك مو وقتك. زين أستاذ، وإذا أصلا جابه هو بالبداية؟ خلاص هو جابه بالبداية. ثانيا يقول ننزل الوات والوير والوين والواي، هذا اللي انزلهن. اذا هاي الوير راح انزلها، حكي ذهب. ثالثا حذف الدو والدز ويقلب الفعل للماضي. انا هنا أنا عندي دو راح احذفها واقلب الفعل للماضي، يعني تصير يو والفعل يصير وقت. تمام. رابعا حذف الديت، ما عندي ديت. خامسا يقلب الفعل المساعد للماضي ويوضع بعد الفاعل. سأل ما عندي فعل مساعد. طيب الكلمة التي نجدها بعد الآست من هي؟ المي. شبيهة المي. يقول إذا لقينا مي اليو تقلب إلى آي، إذا أنا راح أروح لليو أقلبها إلى آي. استاذ مو كلش افتهمنا، ما يعني مو هالقد. طيب ولا يهمك، تعال ناخذ جملة أخرى وما يكون خاطرك إلا طيب. Did you see did you شنو هاي see Micah I asked علي. Did you see Micah I asked علي. هسه احنا ايش راح نسوي؟ راح نجي نحولها الى الريبورتد. اولا نضع المتكلم في بدايه الجمله. هذا المتكلم راح نخليه بدايه الجمله. من هو المتكلم؟ I asked علي. راح نخليه بدايه الجمله. ثانيا ننزل الواي والوير والوات والهو الى اخره. ما عندي. يقول إذا ما ننزل أداة الاستفهام، وإذا ما عندنا أداة استفهام أخلي إف. إذا أنا ما عندي أداة استفهام خليت الإف. ثالثا حذف الدو والدز ويقلب الفعل للماضي. أستاذ ما عندي دو دز. طيب حذف الدت أي ونضع بعد الفاعل هاد وتصريف ثالث. أي أنا عندي دت. طيب إذا عندك دت شنو هاي؟ إذا عندك did نحذفها ونخلي ورا الفاعل هاد وتصريف ثالث. إذا ننزل الفاعل وأخلي له هاد والسي تصير سين. My car. جيد. خامسا يقول إذا عندنا فعل مساعد، ما عندنا فعل مساعد. سادسا الكلمة التي نجدها بعد الآست من هي؟ علي. ايش بي علي؟ هسه نشوف. علي طلع مذكر، واذا مذكر اذا اليو تصير هي واليور تصير هز. اذا انا اروح لليو اقلبها هي. استاذ ما افتهمنا. طيب ناخذ بعد جملة. يقول
How can you swim? He asked نور. لا خليها نور على صفحة لأن نور إرهام المذكر. سلمى. He asked سلمى. نجي هنا أنا. أولا نضع المتكلم في بداية الجملة. He asked سلمى. ثانيا ننزل أداة الاستفهام. من هي؟ الهاو. نزلنا الهاو. وإذا ما عدنا هاو إذا نخلي إف. ثالثا نحذف الدو والدز ونضع يقلب الفعل للماضي. ما عندي. نحذف الدت ونضع بعد الفاعل هادو تصريف ثالث. هم ما عدنا. يقلب الفعل المساعد للماضي ويوضع بعد الفاعل. جيد. من هو؟ الكان. شبي الكان؟ يقول الكان نحوله للماضي كت ونخليه بعد الفاعل. يعني ذني نقلبهن تصير يو كت. ونزل سويم. الكلمة التي نجدها بعد الآست مؤنث، وإذا كانت مؤنث اليو راح تصير شي واليور تصير هير. إذا هاي اليو تصير شي. أوكي الموضوع ما أقول إنه خلص أنتم افتهمتوا. أكيد أكو طلاب شوية يعانون. اللي أترجى من عندكم طلاب هسه راح نختار من كل مجموعة واحد طبق عليه. فهنا شباب نختار يا من يقول بالمجموعة الأولى منو ما افتهم هذا الموضوع؟ السلام عليكم. عيني شلون زينب؟ نعم استاذ. بس الجملة الثالثة كهو كان يو سويم، يعني المفروض شي آست سلمى مو هي آست سلمى مو؟ ثواني ها لا لا سلمى لا بالبداية هي الجملة هي آست سلمى لو شي لا ما لنا علاقة بها. هاي ما لنا علاقة بها. انت ايش علاقة بينا؟ إيش علاقة بسلمى؟ سلمى مؤنث أروح لليو أقلب هالشي. زين هسه بعدان أنت حكيتي خليك وياي. نعم شنو شكو أستاذ؟ أنا راح أقول لك شكو. أقول لك يا ب do you help your sister he asked أو خلينا نوخر I asked علي. يلا سولفينا نعم. على هاي الجملة رقم واحد ايش راح تسوين؟ ننزل المتكلم من I هو asked المتكلم؟ علي. I asked علي. اثنين ننزل ال how ماكو وال we ماكو وال what ماكو ماكو وال where ماكو. نحذف الدو لا 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 لا, لا. الدو. رجعي لي للنقطة الثانية رجعي لي. ها اي نعم ليش؟ عند عدم وجودها نضع اف. حطينا الاف ثلاثة. اي هسه عاد نسوي نحذف الدو والدز ويقلب الفعل للماضي. انا راح احذف الدو شو اسوي؟ نحذف الدو وننزل يو هيلد helped your آسف هنا your أو دقيقة your إيه your sister بعدين أربعة نحذف الدد ما يمدد خمسة نقلب الفعل المساعد وين الفعل للماضي. عندش فعل مساعد is و am و are و was و where و can و will عندش your يمنا your ماك لا 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 شوفي شوفي الأفعال المساعدة ذني لا لا الإز والآم والآم خمسة ما عندنا فعل مساعد ستة ستة الكلمة التي نجدها بعد آس من هو؟ مذكر علي. إذا مذكر اليو شو تصير؟ نقلب اليو إلى هي واليور واليور إلى مي هز يور لو هز هاي اليو الى العاصف هاي اليو الى هي واليور الى هز واليور الى هز ركزي 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 هذا الشاشه واقفه
ايه هي لا اصلا، هي اصلا واقفه، هو انا موقفها على الموضوع على من. اذا قصدش ماكو تصير اي حركات معناها المشكله من يمك. بس نجي هسه هنا شباب، من ما افتهم خلي يتبرع عندنا قبل ما اروح للمجموعه الثانيه. طيب ما حد يسولف، وين نروح؟ نروح للمجموعه الثانيه اللي هو يلا هنا مجموعه الابطال، مجموعه شنو هاي؟ فاتن فتنة. اوكي يلا، من هو عنده سؤال هنا بهاي المجموعة؟ ها شباب، نور، وسن، حنان، فطيمة، فطيمة العميدي، أصلا ما عندي. كلكم ما عندكم سؤال؟ يعني افتهمتوا الموضوع؟ شنو هاي؟ نقعد يصلنا ربع ساعة شباب. ثانية يا يوم ها؟ ما يحجون. نرجع للمجموعة الأولى، نريد لنا متبرع. منو ما افتهم؟ أستاذ، أستاذ أستاذ عيد فدوة، أنا شيماء، جيت متأخرة. شيماء نعم مو؟ إيه يلا شي، أستاذ عيد جيت متأخرة. يلا شيماء، اتركوا تمام المجال وياك، لشيماء، سدوا المايكات الشيماء. يلا شيماء سولفي لنا. يلا شيماء أستاذ. تمام راح أعطيك جملة أنت تحليها. شنو هاي الجملة؟ أوكي. الجملة تقول وير، لا هواية تمام خلنا الوير. وات ار يو دوينج هير؟ هي تمام اسكد هدى. يلا تمام نضع المتكلم في بداية الجملة. من هو المتكلم؟ انا ما اعرفه. he asked هي اسكد he asked هدى. ليش هدى. اي قطمتيها؟ تمام هدى ليش قطمتيها؟ قطمتها هدى. يلا وراها. تمام ننزل الواقف. يوم عرسبوش. تسلم. وبعد شنو احنا ما عدنا لا دو ولا داز. زين، أربعة، أربعة نحذف الدد، ما عدنا دد. خمسة، ونضع عدنا ما عدنا دد، خمسة. خمسة. اي يقلب الفعل المساعد الى ماضي، هماتين ما عدنا شلون فعل شلون؟ مساعد. اوقفوا، قلت الفعل المساعد ما عندنا، مو هذني ايه الافعال المساعده انا عايف لكم اياهن هنا. ها تمام العفو. عندش ازو امو ار؟ اي عندي ار ار يو هسه يقلب الفعل المساعد شغي للماضي، يعني الار يصير تصير واز واز ويوضع بعد الفاعل، واز يعني يو ووز واز. دوينج هير. تمام تمام وراها الكلمة التي نجدها بعد اسكت اليو ايه، تصير يور. بويا بويا بويا، العفو 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 الكلمة اليو التي نجدها بعد الاست، هاي الاست وراها اي اكو هدى، هدى هدى. مؤنث. تمام اذا مؤنث مؤنث اذا اليو شو تصير؟ تصير شي اها تصير شي. اوكي، تمام نريد هذا هو. لنا هسه. نعم استاذ. شكرا استاذ شكرا اهلا من استاذ. ماكو شاشة، يعني ما مبين عندي، هاي؟ بس الصورة مالتي. هاي مشكلة بالانترنت عندك لعد، فهنا ايش راح نسوي؟ طلعت مرتين وطبقت نفس الشيء. معناها والله عندك مشكلة بالانترنت صدقيني، فهنا ايش راح لا نسوي؟ واضحة عندنا. فهنا ايش راح نسوي؟ يعني هو انا قاعد اسجلها فيديو اصلا، فتقدرين مثلا تشوفيها فيديو بعدين. زين هسه ايش راح نسوي يابا؟ نروح للمجموعه المساجين، وهنا نريد لنا متبرع من هاي المجموعه. منو عنده او منو أنا عاد أتبرع. طيب يلا سؤال وحيد. حنين. جيد يلا حنين، خلي بالك وياي. يقول did you clean your room؟ He asked me. يلا يا بي. أول ننزل he asked me. He asked me. زين الديد نحذفها. اللاصت أويلي. أدري رقم اثنين طفرتيها ليش؟ ما عندنا احنا
إذا اس أكل، تحط اس إذا ما عندش تحلين إف، تحط اس إذا ما يقول ننزل أداة الاستفهام، وإذا ما عندنا نخلي إف. طفرتيها ليش؟ مسويت لك شغلة؟ كملي. زين ديد عندنا ديد نحذفها إي زين نضع بعد الفاعل زين عندنا الفاعل يو لا ايه ايه فاعل يو زين حوله اي هسه بويا. انت دقري لي قري لي بس شو اسمك انت؟ حنين عندك انت عداوه ويا القرايه؟ هسه لا لا يو نزلنا دقيقه، اول حولها شيء اخذ عالجش اول نفسيا من هاي المشكله النفسيه اللي عندك. انت عندك عداوه ويا القرايه؟ لا ما عندوش محلفيك بالعباس قايلين لك الله عليك لا تقرين. مو احنا على مود ننزل قبل الحل لا 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 ما اريد انزل الحال، انا هسه خلصت الموضوع ب 25 دقيقة وعندي 35 دقيقة بعد. ايدا اسألك، محلفيش بالعباس قايلين لك العباس عليك الطفر المواضيع، مشاركة بالالعاب الرياضية ومتعلمة طفر الحواجز، شبيك؟ يلا نعيد من جديد. نزلنا المتكلم. هي ask me ثانيا زين ننزل أداة الاستفهام، وإذا ما عدنا نخلي إف. رقم ثلاثة عندنا دود حرف عندنا did شن لازم نحذفها أي اقري لي القطعة، اقري لي النقطة did you الرابعة، clean your اقري face لي النقطة الرابعة. حذف did أي ونضع بعد الفاعل had وتصريف ثالث جيد، حذفنا الدد ورا الفاعل خلينا هاد والكلين، سويناها تصريف ثالث. صعبة؟ هسه يور تصير مي لا 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 تحاولين لا تحاولين، كملي الجملة. يور روم. زين ليش ما حولناها؟ هسه هسه لا تستعجلين على رزقك، مو الاستعجال هو اللي يخربطك. خمسة، عندش فعل مساعد؟ مساعد اليو فعل مساعد، لا فعل مساعد هذين لا لا ما عندنا لا هذين از ولا هذين ولا يور هذين الأفعال المساعدة، هذين الأفعال المساعدة. عندش فعل مساعد؟ لا ستة، الكلمة التي نجدها بعد الآست شنية؟ آست إيش لقيتي؟ مي عندنا إذا لقينا مي اليو شو تصير واليور شو تصير؟ المي يصير يو المي آي تصير آي واليور تصير ماي. ماي حنين هذا الاستعجال عندك مو زين ترى. إن شاء الله يلا هسه نريد لنا بعد متبرع، مو هنا أنا. بعد 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 يلا، من يتبرع لنا بعد؟ ما عندنا متبرع بهاي المجموعة، نروح المجموعة الثانية. يلا شباب من يتبرع لنا؟ نريد لنا بس واحد بعد. أستاذ علي أستاذ أنا عادي أستاذ إحنا ما نسمع اللي يسألون ببقية المجموعات لا احنا ما انا مسوي كتب. ليش مو حتى نستفاد؟ أستاذ خلينا نسمع لا طلاب طلاب ما اقدر اخليه، راح يصير يعني هوسه وبعدين تكرهون المحاضره، فخليها هيك مرتبه احسن. اللي يريد بعدين يقدر يشوفها على أستاذ اليوتيوب أنا لان راح انشرها كامله. أستاذ أستاذ أنا أنا لا لا زي زهراء. يلا زهراء بهاء. استاذ بالنسبه للووز وير يعني القصد تيجين اثنينهن بنفس السؤال لا تجي واحدة من عندهن. يعني الووز نسويها هاد والوير نسويها لا الووز والووز والوير أي واحدة من عندهن تجي يصير هاد بن. ها تمام تمام مشكور يلا استاذ زهراء موجودة؟ أقول لكم الشباب وين؟ الشباب وين؟ بالقهوة أستاذ اليوم بس النسوان هناك. ها سلوم. أستاذ انت هسه وقت جيت؟ اي والله ها لو اي لا 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 خلو عمي عمي مشتاقين نقعد نسولف ويا الزلم. وين لو اي؟ يلا عيوني استاذ وياك. يلا لو اي انت ويانا من البدايه مو؟ تمام استاذ. Where was you playing? She asked Ali. يلا سالفنا. أستاذ نزل المتكلم she asked Ali.
She البداية. asked Ali. النقطة الثانية ننزل هو والوي استاذ إذا ما موجودات نضع عند عدم وجوده نضع إف هزاني شو اسوي؟ استاذ نضع إف استاذ لا عندك وير هاي مو وير عندنا تمام استاذ ها اذا انزلها شوي ركزوا وياي وراها ثلاثة نحذف دوز او دو ما عندنا دوز على الماضي ما عندنا استاذ ما عندنا لا دوز ولا دو وراها استاذ يقرب الفعل الماضي لا 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 أربعة أربعة ليش عقبتها أربعة؟ ستغرب النقطة الثالثة بعد ما خلصت لا النقطة الثالثة يقول نحذف الدوداز قلت لك ما عندنا دوداز هسه روح للنقطة الرابعة استاذ حذف ديد ونضع بعد الفعل هاد أو تصريف ثالث تمام استاذ ما ديد ما عندنا روح للنقطة الخامسة نعم استاذ يقرب الفعل المساعد الماضي ويوضع بعد الفعل بعد الفاعل عندنا فعل مساعد استاذ ما عندنا فعل مساعد هاي هذني قد... لا هذني قدامك الفعل المساعد هو الاز والام والار والواز والوير والكان والول والهاف والهاز عندك فعل مساعد نعم استاذ نواز الواز المن يقلب للاستاذ يقلب الماضي يقلب للهاد بن راح تصير عندنا يو هاد بن هاد بن شوف هاي الوز راح اقلبها المن الى الهاد بن واخليها بعد الفاعل يعني كانت ووز يو تصير يو هاد بن تمام واكمل بلاينج هسه النقطة السادسة هذا الكلمة نجدها بعد از من هي الكلمة اللي لقيناها بعد الآست؟ أستاذ علي علي مذكر نعم أستاذ إذا اليو شو تصير واليور شو تصير؟ اليو تصير هي أستاذ اليور تصير هي هز تمام تمام أستاذ أوكي هسه نسأل هاي المجموعة قبل ما نروح للمجموعة لا الثانية أستاذ أنا ما فهمت أستاذ نريد نحل هاي وين اللي قالت انا ما فهمته؟ استاذ هبه هبه تعاي هبه لا استاذ اعرف انت فهمتي لو دحل ها تبدين اي دحل لا لا سلوم حاجز قبل شلعت يلا سلوم تعال ويانا سلوم لا استاذ انا هم مريض اوكي مو مشكله حتى لو كل واحد اعطيه جمله فيكم خير وتدللوا يلا سلم اجتنا هاي الجمله يقول did you speak French she asked me يلا سلم واحد استاذ النجم she asked me منزلها يوم عرسك تسلم استاذ 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 النقطة الثانية ما عندنا نحط اف ذهب استاذ نحذف الديد ونقلبها الى فعل ماضي نحذف الديد ونقلبها الى فعل ماضي لا استاذ نحط هاد نحط هاد ها. هاد وين اخلي الهاد وتصريف ثالث وين نضع ورا الفاعل يعني تصير يو هاد ويل سبيك شو تصير استاذ سبوكن سبوكن فرنش روح لي الى رقم خمسة رقم خمسة استاذ فعل مساعد ما عندي ستة ما عندنا ستة استاذ الورا الاسكيد نحط استاذ عندنا المي نحط اي يصير نروح لليو يصير اي اي استاذ اليو نحط اي ذهب تسلم استاذ طيب هسه نسد المايكات هنا على هاي المجموعة نروح نشوف المجموعة الثانية يابا من عنده سؤال هنا يا
عمي شطار ما عندهم سؤال. اوكي أسأل. ماكو سؤال شو اسوي؟ ثاب بها على الصامت. نرجع للمجموعه، مع المجموعه متفاعلين اكثر. منو عنده سؤال هنا أنا بعد؟ استاذ الحل تريد حل؟ ادري قاعد اوزع الحل بعد. قاعد اوزع استاذ خليهم يحلون، انا شويه ما فهمت بس هذا خوش الولد من حل هسه من ساعه هاي جمله فهمت. يلا وين ارشد؟ استاذ لا استاذ وين هب؟ وين هبه؟ خليها بس حل هبه وينها؟ نعم استاذ يلا. تعاي هباوي تعاي. حتى انا اريد ان احله. بالسره بالسره. يلا هبه وينك؟ هذول الجهال يبيك هبه؟ لا لا ما يبي. هاي اني لا سد المايك يا شباب. هبه يقول وات ووز العفو وات وير هاي وات وير يو ووكينج هي اسكد هبه. يلا اوكي هبه استاذ ننزل هي اسكد هبه هي اسكد هبه وننزل الوات ونزلنا الوات ايه ما عندنا دودز وما عندنا ديد اذا الفعل يقلب الفعل المساعد وير يقلب يقلب الى هاد بين جيد ويوضع بعد الفاعل يصير يو هاد بين نزل يو هاد بين وننزل ووركينج ووركينج خمسة ستة اي استاذ عندنا هبة مؤنث نعم اذا اليو يقلب الى شي ذهب وما عندنا وين خلصت عمي شني انا هم مرد حل هذا انت دارس الموضوع من قبل لا استاذ بس هسه يعني معاكم ما شاء الله اوكي بعد من يريد يحل؟ استاذ يعني استاذ انا زياد انا احل هذا اكو واحد فتح المايك وضوضاء كلش قويه استاذ يعني نفس الشيء لا لا تختلف اذا حفظنا الجدول اذا حفظنا الجدول ونطبق عليه لا لا بربك بويا كل المواضيع لازم تحفظوها انا علي انه اجيب هذا الموضوع اخليه بعقولكم قوه واذا بالتسلسل النقاط نعم بالتسلسل اما الحفظ عليكم انا علي افهمكم وانتم عليكم الحفظ انا ما جاي احفظكم يلا نريد ان اخر واحد ياخذ اخر جمله خليه يعني كل محاضره هم تسالنا نفتح المايكات لا اكو شغلات تستوجب اسالكم واكو شغلات ما تستوجب حسب اللي اشوفه. اوكي طلاب هسه نريد لنا اخر متبرع راح ناخذه من ذيك المجموعه. خطيه مظلومين 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 وين ذيك المجموعه؟ يلا نريد لنا واحد متبرع يحل لنا. منو هنا انا ويانا؟ انا موجوده عادي اذا ماكو احد غيري. ماكو. انا هسه حليتي هسه حليتي. ذبيها صامت ذبيها صامت. يلا آخر جملة نريد نعطيه جملة صعبة. يلا من يتبرع هنا أنا؟ استاذ أنا. استاذ حتى نعم لو استاذ أنا. دعاء موجودة؟ تعرفنا بيقطع معك. نعم استاذي يعني. يلا دعاء سكتوا شباب سدوا المايكات. دعاء راح نعطيه الجملة ايش تقول تقول واي Are you laughing? He asked me. نعم استاذ تنزل he asked me. دقيقة دقيقة خلنا نكتب هاي الجملة بها خطأ. إيه يلا he asked me نزلناها بعد. نعم استاذ ثانية نزل الواي. نزلنا الواي. ثالثاً حذف دودز ما عدنا ماكو دودز الفعل الماضي نزل تنزل يو اي كملي اذا ما عندش لا دو ولا دز ولا دد ايش راح نسوي استاذ تنزل يقلب الفعل الماضي الار يصير واز يصير واز يصير يو واز ايوه يو واز ايه لافينج
اي ايش راح تسوين بعد؟ هسه وصلنا أربعة؟ لا لا الثالثة قلنا ما عندنا دوداز، أربعة ما عندنا ديت، خمسة حليتيها، ستة ستة الكلمة التي نجدها بعد الأسكت اللي هي مي. إيه أستاذ الصيغ أي مكان إيه؟ اليوم. ها عافية جيت أصيح هاني. يلا لا لا أستاذ لا صيح. أوكي شباب، وبهيش حالة اليوم خلصنا مواضيعنا من وقت. زين ايش راح نسوي؟ راح نعطيكم اسقاطات حتى نختبركم بها المحاضرة الجاية. اوكي، من اللي عنده سؤال قبل ما نروح؟ استاذ ممكن سؤال؟ دقيقة خلينا نفتح المايكات للجماعة كلهم. نعم تفضلي. يلا شنو سؤالك؟ استاذ ايش شلون الفرق بين هاي الاسك والاسك اللي نحذفها ب بذاك الموضوع اللي اخذناه بوحده ثانيه اذا جتنا بالوزاري؟ وشنو الموضوع اللي اخذناه به؟ ها لا هذا الموضوع خاله اسمه ريبورتد. ايه يعني من اسم الموضوع يعني من بيناتهم. ايه هذاك مو اسمه ريبورتد. استاذ يمكن هون تجي علامة استفهام بنص الجملة؟ مو شرط. يعني من نشوف الريبورتد يعني بمعنى ننزل الجملة ونضيف حسب القاعدة. جيد يا ام عسبوش. كفي استاذ ما اخذ اثنين ما يصيرون ثلاثة. حلال. مثنى وثلاث ورباع. كفي بس الجلبيبية تعرفوها. ما حافظين غيرها. وإن لم تعدل فواحدة. ها؟ وإن لم تعدل فواحدة. لا عادي، لا عادي عادي ياخذ اثنين موظفات انه يعد له البراحن. مو يطبخ. يقعد هو يطبخ لهم؟ لا دليفري. احنا ما عايشين بالدليفري. اوكي، من عنده سؤال بعد؟ استاذ خلينا نكمل القطعة مال هاي زينب. يا زينب مترجمة. لا هيجي انا سميرة سميرة. لا لا اريد بس سميرة. اريد بس هذا الموضوع لكم. اسقاطات والله مزعجة من سنة الطيارة. طيب عندنا قطعة اسمها زينب؟ لا جيرانة زينب. غلطت غلطت خطية سميرة. يلا شباب اذا راح نتوقف لهنا. هذا اللي اريدكم بالمناسبة. هذا استخدنا القسم الاول. هم بعد بها تفاصيل؟ نعم بها تفاصيل بس ما اقدر اعطيكم اياها الا تحفظون هاي الحاله. اوكي طالما ما عندكم سؤال شباب هنا راح نتوقف وياكم. خلينا نوقف التسجيل.